حاب نقول انا ما شفتش حكايه الحلوف هذه اللي ضربوه مسكين، مي حاب نقول حاجه، ليزوديتور تاعنا والشعب الجزائري. الصحافه العالميه في لو فولي تاعها كونسيرنون كيما نقولوا حنا التطور في ميدان الصحه، في مجال الصحه دون دومين دو لا سونتي، يا ان غران اسبوار ماتنو بار اكزومبل في لا ترانسبلونطاسيون تاع لي ران، لي غراف، لا غراف رينال. سي كو داروا ان اسي في الامريكان ليامات هادو، ايزون ريوسي ا موديفي جينيتيكمون لو ران تاع حلوف كيما تقولوا نتوما، باسكو الحلوف ربي قال لنا ما تاكلوهش برك، ما لعنو ما قال لكم انه من خلق الله هو ثاني. ايبا بوكو دورغان نتاع الحيوان هذا اللي دقدقوه لي زيتيديون تاعنا، ولا نسميهم لي جهليتيون، سي با دي زيتيديون سي دي جهليتيون، جهاله كيعودوا لي زيتيديون عندهم هذا لو كومبورتمون اللي ما شفتوش انا، مي بيان سور جو في كونفيونس اخونا حسين. ان ايتيديون قاري عنده هذا لو كومبورتمون، عنده الحق غلق الجامعه، ماشي تغلق الجامعه، اغلق الجامعه انولي الباك نتاعهم وحطهم بكل تحت الرقابه الاداريه، تحت الرقابه الاداريه، لانه الجاهل في المجتمع يقدر يكون ديغا كبير، سي غراف. دونك نقول لكم الحلوف هذا اللي مارتينيزيتوه بالك فيه الشفاء الملايين فوار ملايير الناس، ديجا ملايين الجزائريين. فوالا الحلوف اللي كنت تهضروا عليه، وهنا تبان لكم الحقيقه الدينيه، التحريم نتاعو ما جاش هكذاك، التحريم نتاعو لانه قريب للانسان بزاف، لا بروف سي لانيمال دايور لي فالف بيولوجيك اون كارديولوجي سي دي فالف نتاع الحلوف، هما الانسان ما يدير لهم شروجي. الله لا تربح الجهل، الله لا تربح الجاهلين. وهذه تجبني الحاجه اخرى، حكايه هذه العربيه ولا رابيزاسيون. شوفوا الشاب، نقول لكم حاجه، قسما بالله المخير في ولادكم اللي يدي الباك غير يعود كيجي لفرنسا ولا يخرج لاوروبا يقرا، يعاودوا له من السنه الاولى ثانوي مينيمو. فوالا راهم رايحين يعمموا الجهل بطريقه منهجيه، تعميم الجهل بطريقه منهجيه، سي تادير سي سكون ابل لا كولتور دو لونيورونس افيك ميثودولوجي غوفرنمونتال لي تايدير فيها. Monsieur Enzo Tayem posait les questions, qu'est-ce que Monsieur Rahmani, vous détestez l'islam politique, mais vous parlez toujours avec des mots religieux. L'islam politique, c'est l'islam du diable, c'est Shaitan, c'est Iblis. Je suis musulman, je n'ai pas honte à le dire. Je suis musulman Qur'ani. Quand le Qur'an a dit, c'est une référence. C'est une référence. D'ailleurs, l'ordre des masses initiales, pratiquement beaucoup qui m'en a. Et nous sommes des mystiques sur ce plan-là. حنا من الذين يقرؤون الآيات ويتدبرونها، ما نعش من الذين على قلوب أقفالها. الإسلام بوليتيك إلي ديابوليك داير لي زانتيغريست بكل ما يعرفوا في الإسلام والو، يعرفوا ثلاثة أربع أحاديث مدرحين تاع البخاري المدرح هو بعد، ولا تاع صاحبه مسلم، ولا تاع الطاباري، ولا جون سي با كوا، ولا كاع هادو لي زوزورباتور لي الكفرة هادو اللي كانوا جواه خراسان كومباني، وفي وقت واحد وفي زمان واحد، وجابوا لنا الفكاير نتاعهم والإسرائيليات نتاعهم، ورجعوا لنا الإسلام ماشي الدين. فوالا سي سي فو فولي سي لو رول نتاع لو ديابل سي دو كري ان اسلام باراليل الى اي تكري لا ريوسي. صافي دوك حنا 14 قرحنا غارقين في الإسلام هذا نتاع بوكوكو تاع البخاري وصحابو، اللي اصلا البلاد نتاعهم درك ما تهضرش العربيه، دونك هما فاهم. بون بريف نخرج من السوجي هذا باسكو دوك نبدا نسب وما نسكتش. بون كيما قلت، بون سي فو فولي دركا الحقوا بور لي زوديتور تاعنا على بالهم، مي جدد اللي جاو جو اكسبليك جو فو رابلي كلك شوز كو لو ديسكور كونتيان حنايا كيما قال لكم فريد، لي جون كي تيان ان ديسكور ماتنون سي نوت ديسكور ديال يا 2 ans voir plus. بون معليش l'essentiel qui m'a goûté qu'on fait débuter en live. Donc là, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. L'angle comme ce qui est à Massinissa, à Massinissa. Cher mon César. Nahar, تقدروا الناس بقدرهم. Nahar, تقدروا الكفاءات.
الله يفرج عليكم ربي. نهار البغل يعتبر نفسه بغل وما يطلبش السيادة والقيادة والريادة، ونهار الفاهم يتقدم ويقول للشعب أنا فاهم، ليه السيادة والريادة والقيادة. نهار تولي الأمور المجرى نتاعها وما نكونوش عايشين في ان سيستم وي لي فالور سون انفيرسي، يعني كلش مفقلج معوج كيما يقولوا تاعنا تاع بكري الداب راكب مولاه. لازم دركا مول الداب اللي يركب فوق الداب، ماشي الداب اللي يركب مولاه. الناس اللي تهضر عليهم مفاريد دركا دوبي براتيكمون 4 موا وهما يعيطوا للجزائر يحوسوا على دي رولاسيون، يحوسوا وين يشيتوا باه يرضاو عليهم ويقبلوهم يدخلوا. وقلت لهم ما عندكمش معرفه، جيتوا من عائله فقيره وما عندهاش لي رولاسيون نيسيسار باش يعقبوا لكم لي بونج. النظام هذا ما نيغوسيش، اي لي اون بوزيسيون دو فورس. النظام هذا جماعه في مركز قوه، لا بروف خسر كونتر البطاطا والحليب وربح كونتركم نتوما، بيان سير ربح لا بروف ومازال في البوفوار. اللي حاطينهم في الحبس جامي كانوا في الحبس كما قلنا لكم. ما زلتوا تسمعوا الاجهل من الجهل في حد ذاته، حتى الجهل كي يتلاقاهم يقول لهم نتوما جاهلين. با كملوا فيه بالكم اون فيرا ابري. نهار تفيقوا تجيبكم الفطنه، نهار كيما قالوا واش منطير جابوا الشيلي، نهار يضربكم البرد، نهار تحوسوا صح على قياده تتعلموا من عندها وتتحدوا حولها باش صح تحرروا البلاد وتكون عندكم الحظ بكل انكم تعيشوا في اطار دوله قانون يسمح لكل واحد بالمعيشه المشرفه مهما كانت ثقافته او درجه فهمه او درجه كيما نقولوا حنا امكانياته الماديه او الماليه. نهار تفهموا هذه مرحبا بكم، نسون توجور لا بور ريبوندر على ابل دو لا ناسيون. بور لانستون حنا لو كومبات انا خيرناه سي لو كومبات دو غان سي دو دوفنير اون فورس، باش لا فورس هذه من بعد ال سو بروبوز او بيبل يلتحق بها لو بيبل كيما قال فريد. حنا نخلقوا قياده، قياده اللي تكون هي في حد ذاتها قوه باش الشعب يفهم بلي القياده هذه حقيقيه والمغزى نتاعها الوحيد هو تحرير الشعب، تحرير العباد والعقول والبلاد، اكري اون ناسيون، اون ناسيون لا تزول بزوال الرجال كما قالها واحد بكري. اون فودري كسا سوا اون فيريتي. مو جي تيرميني لو لايف دو سوار حاجه واحده، هاد الناس اي سو سون اتاكي زوج حوايج، le monde de la télécommunication, la téléphonie et la douane. Ça veut dire c'est le dernier collier de verrouillage. هذاك الكولي هذاك اللي يديروا الوحده تاع الغاز هذاك باش تغلقوا التويو، هذا لو dernier collier درك mise en place. Vous avez la sécurité militaire qui revient en 10 fois plus puissante. Vous avez le verrouillage au niveau des importations donc les approvisionnements du marché national et vous avez le marché des télécoms qui est ce qu'on appelle le marché de la communication nationale. Donc, عندكم la com, pour la collier, mettez un avertissement des opérateurs téléphoniques, la douane, d'arrouha le collier, et la sécurité militaire, bien sûr, طلعوها, et عاودتوا لا تكثر بكري, كما يقول سي أحمد, كما قلنا لكم عائشة. Mais je me permets de dire, on a bien parlé de la sécurité militaire, retour de la sécurité militaire sous la couverture de CSA en plus puissant. Parce qu'à l'époque, la sécurité militaire, c'est vrai, tout le monde en avait peur, mais elle ne faisait pas office de service des douanes ni office تحراس الغابات. دوكا ولات دير حتى حراس الغابات والديوانه. Pour ma part, j'ai terminé. Terre, honneur, liberté. Merci à tous les auditeurs.